اليوم احنا بالبرايم الخامس، كل واحد يريد يمثل بلده بطريقه حلوه، فيديوهاتنا كلها حلوه ومتحمسين نشوف لجنه الحكام ونشوف الناس فيديوهاتنا. بنبلش اول شيء نعمل ريهرسل للحلقه، بنرجع نعمل ميك اب، شعر، نجهز ثيابنا، نلبس ونستنى ليصير وقت البرايم. نحن اليوم بالأسبوع الخامس 11، حنصير بعد كم ساعة 10. التعب مسيطر علينا أكثر من السترس، أكثر من الخوف، لأنه كل الأسبوع عم نركض لحتى نطلع فيديوهاتنا بأجمل صورة. كلياتنا مبسوطين، كلياتنا تعبانين، لأنه التحدي منه هين أبداً، تحدي عن بلد الواحد، وهي مسؤولية كتير كبيرة. فعشان هيك إجانا انهيارات عصبية هيدا الأسبوع. أنا منيح مش معهم، لأنه إذا حدا قال لي عندك خمس أفكار تعبري عن بلدك أكيد ما كنت عملته، لأنه كتير صعب. في بلاد عن جد بدي أعرف عنها أكتر، مثلاً أنا الجزائر ولا مرة رحت، محمسة أعرف نور شو عاملة. حاولت نوري أجمل أشياء اللي موجودة في الجزائر في الفيديو هذا، فخدمته من قلبي. هذا الأسبوع كان جدا عندي ستريس منه، واجهتني صعوبات كتير، بس الحمد لله تعديت. إن شاء الله الفيديو تبعي حيكسر الدنيا. أنا دمي فلسطيني، حتهز المسرح وإن شاء الله توصل الرسالة لكل العالم، وبفتخر إني أكون فلسطينية. اليوم أنا العراقي الوحيد بالبرنامج، وأتمنى أن الفيديو مالتي يوصل صورة جيدة عن العراق ويشوف العالم أنه إحنا شعب دائماً نتطلع إلى الأمام، وشعب محب للحياة، وإن شاء الله دائماً الفن العراقي والسينما العراقية تكون بالصدارة. الفيديو اللي مقدمته موجهة فيه رسالة للمغتربين يلي عندهم أفكار مش حلوة عن لبنان، فحاولت فرجيهم الصحة بلبنان، الويلنس بلبنان. مبسوطة أنه عم أقدم هيدا الشيء، وإذا فليت بكون على القليلة قدمت رسالة للمغتربين يرجعوا يشوفوا الأشياء اللي بيحبوها بلبنان، مش الأشياء المش منيحة. أنا جاهزة لليوم، كتير مبسوطة بالتحدي اللي حنقدمه، سبيشالي إنه حنعرف عن بلدنا بأسلوب مهضوم وخفيف. سويت الفيديو ده وبالي في السعودية، بلدي اللي جيت منها، وأنا فخور جدا يعني بدا الفيديو. الجميل في التحدي بتاع المرة دي رغم إنه كان صعب على كل المتسابقين، لأنه كل واحد عايز يطلع بلده بأحسن صورة، بس بجد كل واحد عرف ثقافة جديدة في بلد تاني هو ما راحهاش أو من بلد حد من زمايله، فدي تعتبر حاجة جميلة جدا يعني. تحدي النهاردة ممكن الناس كتير تكون فاكرة سهل، اللي هو اذكر خمس أشياء عن بلدك. يعني أنا شايفة من أصعب التحديات، لأنه تبعد عن الكليشيه إزاي، هو ده التحدي بتاع النهاردة. تحدي له صبغة وطنية تسمح للمشترك بالتعبير عن حبه لبلده وعن إمكانية التعريف عنه كمان من زوايا مختلفة يمكن جديدة حتى نحنا كمان ما بنعرفها. منتظرة فيديوهات حلوة، لأنه أسبوع عن أسبوع عم بيتقدموا وعم بيقدموا أشياء أحلى وأعمال أحلى. كل مشترك رح يتذكر بلده وعن جد يتذكر إشي يمكن هو نسيه عن بلده. ما في بلد عربي يستثنى من المشاكل، فبعتقد أنه رح يفرجوا يمكن صورة حلوة عن بلدهم، فبعتقد أنه رح تكون حلقة غنية بمضمونها الليلة. حلقة الأضعف؟ ما في حلقة أضعف، كل الفيديوهات جداً قوايا. أحسن فيديو هذا الأسبوع نتوقع رح يكون لسارة، دخلتنا في الأجواء الفلسطينية، غيرت شكلها تماماً عن الفيديوهات اللي فاتت وعملت شكل جديد مختلف عن كل اللي عملته. أتوقع يكون في المركز الأول ممكن مارلين أو ممكن سارة في المركز الأول، لأنه في تغيير في الفيديو حقهم وفي أشياء حلوة.
بكفي، ما في منحط الخطر مرة تانية إن شاء الله. المرة هاي حكون في مركز حلو. أنا هيدا الأسبوع إذا ما طلعت بالمركز الأول بتمنى إنه نور تطلع بالمركز الأول، لأنه الفيديو تبعها بجنن. أحلى فيديو شفته هو فيديو زاهد، تعب عليه بالأنيميشن ووصل أفكار حلوة عن السعودية أنا ما كنت أعرفها، فأعتقد رح يكون الأول. من بين الفيديو اللي حضرتون بتعد فيديو جنان هو حلو، كتير حبيته. أنا هالفيديو اللي رح أقدمه اليوم كتير راضي عنه، وأنا من جهتي لو كانت لجنة حكم بعطيه المركز الأول. يعني شو جنان عم تعمل انترفيو مبين عمين عم تجأجأ هالمرة؟ عليك يا بيبي عمين معود عليك عادي تبشيني هيدا أصلا بتجأجأ على الكل. مش معقول كل ما بدي أعمل انترفيو أخذ راحتي وانبسط بالحكي وأحكي لكم هيك كل شيء عم بدور براسي أفكار بيجي بيقطعوني. رأيي بجنان إنه هي بتجنن وهي فاجأتني. نور ورولا وعبد قالوا لي نحن ما صدقنا إنه أنت اللي عامله المونتاج، ونور هي اجت واعتذرت مني وقالت لي انا اتهمتك انه في حدا عامل لك اياه. بحب اقول لهم انه انا عندي كثير قدرات بس انا ما مبينتها قدامهم. يعني صحيح هي بتسرح بالصف وبتفوت بعالم ذبذباتها، بس هي تطورت بشكل كبير كثير، يعني هي من اكثر المنافسين اللي تطوروا بهذا البرنامج. انا كل شيء بلقطه على الطاير وذكيه اكثر من ما بيتخيلوا، بس ما ضروري ان انا ابين لهم هالشيء. في مرحلة الخطر رح نتوقع يكون محمود، هو الفيديو تاعه مضحك لكن ممكن ما يكونش قاس ولا ممكن ما يكونش مفهوم الأشياء اللي يتكلم عليها، بالذات لأنه كوميديا محمود شوية حسة متقدمة، يعني إنها مش مخصصة لجميع الفئات، أعتقد هذه نقطة ضعف عنده وبتتكرر كل أسبوع. يعني أظن الفيديو اللي ممكن ما يعجبش اللجنة هو إما نور الدين لإما زاهد، لأن هم عندهم تحفظات على المحتوى ذات نفسه اللي هم بيقدموه. أسوأ فيديو بنظري هو فيديو راشد لهذا الأسبوع، لأن فيديو راشد ما كان مفهوم 100% وما تعب عليه، حسيته مثل الفيديوهات القديمة. أتوقع يكون في منطقة الخطر عبد الرحمن. هاي أول مرة أطلع بالبداية كأول شخص على الستيج وخايف صراحة، لأن ما أريد أكون كبش الفداء، بس أنا واثق من فيديو مالتي وإن شاء الله يعجب اللجنة. أتمنى أسمع كومنت إيجابي من وائل منصور هالمرة وأشوف ابتسامة عليه من يشوف الفيديو مالتي. صورة نور الدين بشكل عام كل أسبوع عم تحلى عن أسبوع، الفيديو حلو كتير، فيه معلومات عن السينما العراقية أنا ما بعرفها، فحبيت الفيديو. حبيت الفيديو كتير، حبيت التسلسل الزمني اللي شفناه يعني، والصورة تبعك حلو، الريبورتاج يعني كيف بلشنا بالأسود وأبيض، وجيت وحبيت الرسالة بالأخير إنه نحن ما رح نستسلم لأنه العراق بلد منتج للفنون والثقافة. أعطاني أمل الفيديو وكتير حلو حبيت. ما كنتش أعرف إنه السينما العراقية غنية كده، فالمحتوى أكتر من رائع وإنفورميتيف، بيديك معلومات، فبالتالي أي حد هيعمل له شير من العراقيين نفسهم حتى كمان، فبرافو، التسلسل كله حلو، حتى كمان الأديتنج بتاعك حلو، فبرافو عليك. خلينا نشوف العلامة يلي بيدعوا لك إياها نور الدين على 75، تحصل على 64 يا نور الدين. شكراً، منيح المعدل جداً. شكراً لإلك بالتوفيق. جداً فرحان بالعلامة، في تقدم من 57-64 ووصلت لهم الرسالة وعرفوا عن السينما العراقية، فأنا أديت رسالتي، جداً مبسوط. طبعاً كثير متوترة لأنه بدي أثبت العكس، أنه سارة هي فئة البلوغر بتمثل فئة البلوغر، وأنها تحسنت وتطورت عن آخر مرتين كنت محط الخطر. أنا لأنه عاملة فيديو عن فلسطين بمثل بلدي فلسطين وفخورة أني أكون فلسطينية، فإن شاء الله هذا الفيديو حياخد مركز كتير حلو وعلامة كتير حلوة، حيعجب لجنة الحكم والجمهور كله. يعني برأيي نفستي التحدي بشكل حلو، وهالأسبوع الفلوغ حسيناه عن جد فلوغ، يعني فيديو بلوغ، شفنا يوم كامل معك شو عملتي، حسيته أقرب يعني كنت كتير وفية للفئة تبعك، شفناها بوضوح. تركي لي كل شيء على جنب، بدي اشوف اذا جبت لي مسخن معه واذا كنافه معه وكنافه نابلسيه، يعني هول الاثنين نقطه ضعف عندي مش طبيعيه، فوينه موجودين بس بخلص انا ساره
انت اعطيها علامه منيحه بشوف اذا بتطعميكي. سارة كثير بحب شخصيتها، مش معقول فيها كميه تفاؤل مش طبيعيين اول ما تشوفيها. هالفيديو كثير حلو، محسنه عن قبل اكيد، والخمس اشياء اللي حكيتهم عن بلدها المهمين لاكيد نحن بنعرفهم، وقالتهم بطريقه يعني كثير حلوه، وصلت الفكره وحبيت كثير الفيديو اليوم. انت النهارده بصراحه شايف انك اقرب من اي مره شفتك فيها، يعني ناتشرال جدا، وشلتي كل الفلترز اللي كنت حطاها. انا النهارده اذا ما عرفكيش هحبك من اول شوت في الفيديو. خلينا نشوف علاماتك سارة على 75 60. ثانك يو، شكرا لك سارة، كل التوفيق. لحظة خلينا نشوف الترتيب قبل. لحظة بدي اروح معها ياكل مسخن، ما تروحي بالبريك، هلا رح يوصل البريك بعد شوي. اوكي خلينا نشوف ترتيبك سارة، تعي لتشوف ال 60 باي مرتبة بتوضعي. تعي حبيبتي الثاني، انت بالمرتبة الثانية. الحمد لله، ماني ما تقدر الخطر، هلا ضمنتها انه انا اخذ 60. تعليقاتهم جدا كانت ايجابيه وتشجيعيه كمان للفيديوهات الجاي، خصوصا حبيبه قلبي يارا ووائل، كمان كثير عجب الفيديو انه كان هو بيعطيني انتقاد على البلوجر البلوجر، فالحمد لله وصلت له فكره الفلوج. مثل ما قلت لحالي وقلت للجميع، رح ترجع ساره مثل ما كانت اول، البلوجر المبتسمه، رح تشوف دائما فيديوهات احلى. الاسبوع اللي فات جبت 57 الحمد لله وبلا فخر، والاسبوع ده ان شاء الله اجيب درجه اعلى من كده. ان شاء الله الفيديو بتاعها هيعجب لجنه التحكيم، وخاصه وائل، لانه وائل مصري بقى، يعني ما ينفعش ما يعجبوش الفيديو بتاع مصر. وهلا بنرجع للتحدي مع محمود اشرف، وبنشوف كيف حيعرفنا باسلوبه الكوميدي عن ام الدنيا مصر. يعني عاجبني الفيديو، بس للاسف هضطر ان انا انقص في العلامات عشان كارلا كانت موجوده. لا هي مش سامعاني، بتشبهني مش انا. سوري انا اسف، افتكرتك سامعاني. اوكي عجبني الفكره ان انت نازل بعفويه، واحلى حاجه كونتنت بيحبوه الناس او المحتوى اللي يحبوه الناس اونلاين هو حاجه مدروسه وعفويه في نفس الوقت، فده اتنقل لنا، ما كانش في اي تمثيل، كان عفوي. انا عاجبني الفيديو، وده بصراحه اول فيديو احبه لك. يعني محتوى الفيديو كتير يعني حلو ومهضوم، وانا بيعجبني بمحمود دائما بفاجئنا بالبرسبكتيف او اي يعني اي منظار عم يطرح التحدي اللي بياخذوك الاسبوع، انه ما مش هو حكى، خلى الناس تحكي. عن جد كتير حلو، فكرتك كانت موفقه وطريقه تنفيذها موفقه. بحبك حب جامد يا مصر يا ام الدنيا. ايوه بدي اقول له مثل لمحمود هلا تذكرته، الحظ لما يأتي يخلي الأعمى ساعاتي. حبيت فكرة إنه مش هو عم يتكلم عن بلده، خلى الأشخاص الناس الغير مصريين يحكوا، فهيدا الحلو حبيت. خلينا نشوف علامتك، إن شاء الله الضحكة ما بتفرقنا من بعد ما نشوف معدل علامتك على 75 59 يا محمود. شكرا. ورح نشوف ترتيبك. هيدا أكيد. شو يا رام علامتك؟ وين كل حطها له علامة؟ انت بالمرتبة الثانية. العلامة غير مرضية بالمرة، مش يعني كل مرة بيشكروا في الفيديو أكتر من الأول وينقصوا في العلامة، فمش فاهم. ربنا يتبقى. أسبوع عم يعلو علاماتي، وهيدي الجمعة موقعة إنه كمان أجيب علامة عالية. هديك الجمعة وائل كتير عجبه الفيديو تبعي، حتى قال إنه أحلى فيديو، فهالجمعة إن شاء الله يعجبه مثل هديك الجمعة. على لبنان بلد الحرف الحضارة والأرز، بنرجع مع سمر أنطون المشتركة عن فئة الويلنس، وبنشوف كيف استعدت لهالتحدي. بص يا سمر، الفيديو ده حلو جدا، انا شايف ان انت من اكتر الناس اللي بتتطوروا. عجبني فكره قوي ان انت طول الوقت عم تقول بلدي بلدي بلدي، وجبتي الرمز بتاع البلد اللي هو الارز، وطلعتي منه كونتنت حلو جدا. يعني انا نفسي يعني حبيت كل حاجه في الفيديو، وعندك البيوتي شوتس بتاعتك حلوه جدا، وظبطتي، ما بقيتيش مونوتون زي الاول. في الاول زمان فاكره كنت طالعه من غيبوبه. الا ما تنزعها بالاخر. شكرا وائل. لا بس برافو يا سمر، وستايلك كتير حلو اليوم،
كثير. انا بس بدي اضيف انه لبنان يعني انا لو قالوا لي احكي عن اوصف لبنان بخمس كنت حطيت اول شيء الجمال والذوق وكل شيء هيك. تسلمي. شكرا لك. ثانك يو. حلو الفيديو، حلوه الفكره. ما بعرف انا يعني اكيد باول فيديو كنتي اكثر مونوتون، بس انا شخصيا ما عندي اي تعليق على الفيديو ما عدا طريقه البرزنتيشن. يعني ما بعرف ليش لما تحكي بحس ما بحس في حياه، ما في روح، طريقه حكيك مش المعلومات او مش كيف بتقوليهم، يعني ما بعرف في شيء بالنبره بعدها تحسنت قوي. تحسنت كثير. من احلى الفيديوهات اللي شفتهم لهلا من سمر، والاشياء الخمسه اللي حكيت عنهم عن لبنان كثير حبيتهم. انا بضم صوتي لصوتها، انا سبق وقلت بدعاية مع وزارة السياحة بلبنان ليش في أحلى من لبنان؟ مزبوط. ليش في أحلى من مناخ لبنان؟ ليش في أحلى من أكل لبنان؟ أنا بعطيك علامة كاملة اليوم. شكراً لإلك يا عارف. شكراً. خلينا نشوف إذا رح ينقذوك أعضاء لجنة الحكم من دائرة الخطر. تاخذي معدل عالي 61 على 75. خلينا نشوف ترتيبك. وين صارت؟ 61 لسمر بالفئة الثانية بالمرتبة الثانية. شكرا لك. شكرا. اخذت 61. انا فخوره كثير بالعلامة اللي جبتها، انه عم بتقدم كثير من اسبوع للثاني. طلبوا مني انه احسن طريقه الحكي، يعني فايه عم بتقول لي انه برزنتيشن هيك تكون اكثر هيك فيها حياه. اكيد رح اشتغل على الملاحظه اللي عطتني اياها فايه. أنا متوتر جداً لأني طالع المسرح الآن، وأتمنى من كل قلبي أنه الفيديو يعجب الجوري. في هذا الأسبوع عملت مخاطرة كبيرة جداً، سويت أنيميشن ما ظهرت فيه مرة. احتمال الحكام يعجبوا به واحتمال يكرهوه. مع زاهد فيلمبان رح نتعرف على المملكة العربية السعودية من نافذة الثقافة والعلوم. أول شيء بشكر نجوم بلا حدود، هيدي ميزة البرنامج أنه بيخلينا عن جد نهتم لقصص ما كنا نعرف، ما كنت بتخيل حالي انه ممكن اقرا فيزياء. شكرا لك زاهد عن جد. العفو. العفو. شكرا لك. حتى الفيديو الخمس اشياء اللي حكيت عنها اللي اكيد انا شخصيا ما بعرفها، وهالسلسه والمبسطه كثير حبيت، واللي شدني اكثر الطالبات السعوديات اللي اختصاصهم العلوم واللي اعلى نسبه هن بالعالم. كثير شدني هذا الخبر، كثير حبيت الفيديو. ده احلى فيديو شفته النهارده. ده بالظبط نفس اللي بشوفه في اونلاين، في بره اليوزرز اللي موجودين بره، مش ان هم احسن مننا، بس بكلمك حتى كمان الـ 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 المعلومات اللي فيه الكونتنت، وحتى البانش لاين اللي انت عملتها في الاخر اللي هي زي سمارت جوك كده في الاخر، بنكت صاير كتير. بالظبط نفس، يعني انا حاسس نفسي بتفرج على حاجه ات وود جو فايرل، مش عشان محتواها، علشان الالقاء نفسه. دي حاجه انا بالنسبه لي جديده يعني عندك انت، لان انت برضو من الناس اللي كانت ممله شويه في الالقاء بتاعك. الاسبوع الماضي كمان استعمل جانب كوميدي. بس دي ملعوبه صح. ده احلى فيديو شفته النهارده، وشكرا لك. خمس علامات في كله. شكرا. على فكره هو زاهد من يوم مهضوم على فكره من اول فيديو، بس هو لانه بلش يبسط القصص اكثر صرنا. طيب ما حلو، ده حاجه كويسه. انا جاي عليك يعني. لا لا اهو الله يخليك. حبيت الجرافيكس. انت عملت كل شيء فروم اي تو زي، كل شيء. الجرافيكس كثير حلوين، المعلومات كثير حلوين. خلينا نشوف معدل علاماتك يا زاهد على 75. فايا بعد ما وضعت العلامه وضعتهم مش الحال على 75. تحصل يا زاهد على 72. ووو، ثلاث علامات كنا سكرنا سكور. خلينا نشوف ترتيبك اكيد بالمرتبه الاولى لهلا. اكيد ما شاء الله. بالتوفيق. شكرا لك. والله جدا مش متوقع، ما توقعت يعني انه مره يعجبوا بي لهالدرجه المركز الاول. فصراحه يعني ما اعرف يعني، بس احساس المركز الاول لا يصدق، جدا رهيب. ديرقص وائل حط لي يعني ما توقعت منه، بس عجبه الفيديو اكثر واحد احس، وقال انه حط 5 5 5 في كل التقديرات.